Hey guys, with much peace and love and بلا المدن واليوم عندكم ثاني حلقه في السلسله ديال الفاينانشلز. في الحلقه اللي فاتت غنجبروا اللينك ديالها هنايا هضرتكم على بيسك ثينجز اللي خصك تعرفهم ملي كنهضروا على البيتشي. هذاك هو الفيديو اللي غنبنيو عليه الفيديو اللي ماجين. كيف ما قلت لكم هي غتكون سلسله على كل ما كيخص الفلوس. غنهضروا على التمويلات بصفه عامه، غنهضروا على البيتشي ديالك كيفاش اوبتيميزيها، كيفاش تستخدمها افيكاس، كيفاش تستخدمها مزيان بزاف، شنو الحاجات اللي خصك ترد لهم بال، كيفاش انفستي فلوس ديالك. هادشي كامل غيكون في هذه السلسله هذه. واليوم غيكون على اربعه الحاجات اللي خصك تعدلهم في بالك باش ما تمشيش كيمشيو لك فيهم فلوس وانت ما عارفش شنو اسمهم، واللي كنسميهم بادجت كيلرز، يعني كيقتلوا لك البيدجي ديالك اذا جينا باش نترجموها بالعربيه نيشان، اللي هما ما كتردهمش البال وكيكونوا كيمشيو لك فيهم فلوس ودائما كتقول انا مشاو لي فلوس فين ما نعرف. هذه كنسمعوها بزاف. واليوم غنقول لك اربعه د الحاجات اللي خصك تعدلهم في بالك واللي هما بادجت كيلرز. سو بلا ما نطول عليكم يلا ندوزو للفيديو اليوم. So guys، الحاجه الاولى اللي خصك تعرفها ملي كنهضروا على كتقول كيمشيو لك فلوس وما عارفش فين كيمشيو لك فلوس، الحاجه الاساسيه يو ار نوت تراكين يور اكسبنسز. راه ما كتعرفش حتى شحال كتصرف في كل حاجه. ملي كنقول ما كتعرفش شحال كتصرف في كل حاجه، يعني مثلا ملي غنقول لك الكره شحال كاري فيه غتقول لي شحال الثمن ديالو، واذا قلت لك مثلا شي حاجه بحال لاصال ديال النادي ديال الرياضه ولا ديال شنو ما كان، ولا مثلا اذا كان عندك الكونت سبوتيفاي ولا في نتفليكس ولا في الحاجات اللي كانوا اللي كيكونوا فيكس واللي هضرنا فيه في الفيديو اللي فات، يعني جبروا له اللينك ديالو هنايا على شنو هما الفيكس كوست والفاريبل كوست. الفيكس كوست كتكون غالبا عارفهم حيتاش كيتصرفوا لك كل شهر بنفس الكميه وفين ما كنتي في العالم، يعني كيبقاو دائما كيتصرفوا وكتكون عارفهم. ولكن فاريبل كوست ما كتكونش كترد لهم وما كتعرفش شحال كيتصرف فيهم بالضبط. انا نعطيك مثال وما خصنيش هنايا يعني ثمن ولا واحد الكميه اللي هي تقريبيه، راه الفلوس تعرفهم بالضبط شحال كتصرف فيهم. نعطيك مثال، شحال كتصرف مثلا على الماكله اللي كتصرفها في الدار، شحال كتصرف مثلا على لي ريستورون، شحال كتصرف على الحوايج ديالك وداك الشيء اخر. دونك هادو ما خصك تعرف بالضبط شحال كتصرف فيهم. هنايا الفكره علاش باش كتكون كتصرف وانت عارف شنو الحاجات اللي كيمشيو لك فيهم فلوس بزاف بلا ما ترد لهم. دابا نجي للنقطه الثانيه اللي هي مسميه في الفاينانشالز كومباوند ايفيكت. كومباوند ايفيكت هما شي المصاريف اللي كتصرفوا بالنسبه لي لك هما صغار، ولكن في الحقيقه هما كيكون عندهم واحد المفعول اللي كبير من بعد. نعطيك مثال، شحال مره كتمشي للقهوة تتقهوى مع صحابك، يمكن كاع يمكن شي الناس اللي كيمشيو يوميا، والقهوه تقول لي غير 10 دراهم. مشي حسبها شحال كتمشي لك في الشهر، مشي حسبها شحال كتمشي لك في العام، مشي حسبها شحال غتمشي لك في النيكست 10 ييرز اذا كنت غتبقى تعدلها دائما. طبعا هما حاجات اللي صغارين ما كنردو لهمش حتى البال. وهنا غنعطي مثلا غير مثال اللي هنايا عندنا حنا في المانيا، ملي كتمشي للسوبر مارشي كل مره كتمشي خصك تشري واحد بلاستيك بال، يعني ملي يعني ديك الميكه باش تجمع فيها السخره ديالك ما كيعطوهالكش فابور، خصك تشريها وهي كتعمل غير 0.20 يعني جوج دراهم ديالنا مغربيه. انت غتقول لي واش جوج دراهم ما تما والو، ولكن حنا دابا عندنا واحد العمليه بسيطه بزاف، 0.20 ياك ضربه تقريبا. انا بالنسبه لي نهضر على المثال ديالي كنمشي بارفوا اربع المرات متاخر حتى جوج المرات، يعني حنا غنعدلو الافريج هو 3، دونك 0.2 نضربوها في 3 هي 0.6، غنضربوها في شنو اسمه في 4 حتى السيمانه 4 السيمانات، دونك كنجيو على 2.8 الاورو، كنهضرو على تقريبا 30 درهم. هاد الثمن هدايا غتقولي هو ماشي بزاف، وهو غير 0.80 درهم. واش عارف انا بلي هاد الثمن هدايا كنصرف منو اقل في سبوتيفاي؟ سبوتيفاي كنخلص حيتاش كنخلص الباكج مع صحابي اللي هما 6 بينا، كل واحد فينا كنخلص 2.5 الاورو في الشهر. يعني دابا انا كنخلص غير في بلاستيك باك ملي كنمشي نتسخر، انا ما كنعدلش هاد الشيء هدايا، كنهضركم كنعطيكم غير مثال، كنمشي كتخلص خطر ما كتخلص على الكونت ديال سبوتيفاي. واللي هي مخير فيكم ولا مخير عارف باللي كاع باللي هي ماشي شي حاجه كبيره، ولكن ضرب هاد الثمن هدايا ضربو في شنو اسمو حنا نقولو ملي جيت من هنا لالمانيا حتى دابا، كل مره كل شهر كنت كنصرف 2.8 الاورو في الشهر، ضربها في هاد 4 سنين اللي كامله كنت هنا في المانيا، راه غنهضرو على تقريبا واحد على 150 اورو اللي مشات لي في هاد 4 سنين غير على بلاستيك باك. اللي نقطة مهمة بزاف، وهذا المفهوم هدايا تطبقو ماشي غير على بلاستيك باك ولا على القهوة، تطبقو على بزاف الحاجات الآخرين اللي كتشريهم بلا أويرنس وأنت ما عارفش بلي عندهم واحد الإيفكت كبير.
ثالث حاجة اللي غنوصلوا لها هي كتمشي للجراسريز ولا فين ما مشيتي كتمشي بلا ليست ديالك شنو باغي تشري. شحال فينا كيمشي للسوبر مارشي كتكون عاود تشري غير حليب وبيضات ولا شنو ما كان كتخرج بواحد البيل يمكن 20 ولا 30 اورو غير حيت بقيتي هز هذه هز هذه هز هذه هز هذه. مزيانه بزاف تكون دائما ملي كنمشي للجراسريز ولا كنمشي مثلا نشري الحوايج ولا شي حاجه كتمشي اول حاجه تشوف شنو ناقصك عاد تمشي تشري. هادشي المفهوم هذا ما كيطبقش غير على الجراسريز ولا على الحوايج كيطبق على كل شيء. مشي للحوايج ديالك ولا الماريو ديالك شوف شنو من الحوايج عندك فيه عالك شوف شنو اللي ناقصك باش تشري. في نفس الوقت عاد تمشي عاد تشوف شنو عندك في الجراسريز تشوف شنو بالضبط اللي خصك تشري وشنو ناقصك في الدار عالك مشي تسخر ماشي تبقى تمشي وانت ما عارفش هذا كيسبب لك شي ديال الكوست ولا شي ديال الاكسبنسز اللي كتشوف براك تخسرهم وانت ما محتاج تشري ليهم. وكاع بالخصوص في الماكله كتجبر راسك كيمشيو لك الفلوس فيهم كاع تقدر ما تستعملتيها شي مره ومشاو لك غير الفلوس على هواء. هنا النقطه الرابعه واللي هي بيد مبنيه على هذا الشيء كامل اللي هضرت عليه وهي spend your money with awareness. هاد spend your money with awareness يعني اي حاجه كنتي كتصرف فيها صرف فيها وانت عارف شنو كتعمل. والفكره من هذا الفيديو هذايا ولا من هذه النقطه هذه بالضبط راه هي ماشي تخنق ولا مثلا تبقى انا كنمشي لي فلوس بزاف انا مع شنو مع شنو. عيش حياتك واستمتع في فلوسك راه كتخدم في الاخر عليهم باش تعيش باش تلبس عليك مزيان باش تخرج باش تدور باش تسافر باش ما عرفش تعدل بهم الشيء اللي بغيتي. هذا هو الفكره من الفلوس. الفلوس راه في الاخر راه غير واحد الاداه واحد التول باش تعدل بها الشيء اللي بغيتي. ولكن النقطه اللي باغي نوصل لك هي ديك القضيه كيوصل لاخر الشهر كتبر راسك مخنوق هذه خلص هذه وفي الاخر ما كيبقى لك والو والفلوس ماشي في واحد الحاجه اللي انت ما كتحتاجهمش اصلا. والفكره هي باش توبتيميزي البيدجي ديالك وتصرف الفلوس ديالك في مطعم. هذه هي الفكره صرف فلوسك في مطعم ومشي غير في الحاجات اللي سوق مخاوي ولا ماشي محتاج. دونك خوتي اربع الحاجات اللي هضرت عليهم في هذا الفيديو هذايا. اول حاجه تراكي يور اكسبنسز دائما شوف شحال كتصرف في كل حاجه عرف شحال كتصرف في الحاجات ديال فاريبل كوست بالخصوص اللي هما مهمين وما كيكونوا كيتبدلوا من شهر لشهر. كما قلتكم جراسريز شحال كتعدل السفره الدار شحال كتصرف في ريستورون شحال كتصرف على الحوايج على غرومين برودكت وليستا ماشي. ثاني حاجه كومباوند ايفكت الحاجه اللي صغيره كتعملها ولكن عندها واحد التاثير كبير وعندها واحد المصاريف اللي كيجيو من بعد سنين كيكونوا النسبه ديال الفلوس اللي خسرتي فيها كتكون نسبه عاليه. كنجيو النقطه الثالثه اللي هي ملي كتمشي تسخر مشي بواحد الليستا السخره كما قلتكم ماشي غير بالضروره غير الماكله ديال الدار بالنسبه للحوايج بالنسبه للغرومين برودكت اي حاجه ملي تبغي تشريها تكون عندك واحد الليستا اللي عارف شنو خصك تشري وشني محتاجو باش ما تصدقش بديك القضيه كتشري واحد الحاجات اللي انت ما محتاجهمش وغير حيت يمكن مشيتي كاع بالجوع بقى كيبان لك كلشي خصك تشري. والنقطه الرابعه الاخريه اللي مبني عليها طبعا كلشي spend your money with awareness صرف اي حاجه بوعي وعرف شنو الحاجه اللي محتاج وشنو الحاجه اللي ما محتاجش وكون عارف البيدجي ديالك شنو اللي محتاج بالضبط باش تصرفوا ليله ما تبقاش غير كتصرف اي حاجه باش هذا الشيء كامل في المخار كما قلت لكم نقطه من هذا المفهوم ديال هذه السلسله بصفه عامه هو الاوبتيمايزاسيون ديال البيدجي ديالك وتصرف فلوسك في مطعم باش تبقى غير كتطلق وصافي ما عارفش فين كتصرف بالضبط فلوسك. هادشي هذا ما كان. شكرا حيت تفرجتوا الفيديو حتى الاخر كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب باش يبقى ديما كيوصلكم الجديد ديالي. في الكومنت تحت خليوا لي واش حتى نتوما كتراكيو البيجي ديالكم واش حتى نتوما كتشوفوا الفلوس وما كتعرفوش فين كيمشيو لكم واش كتخدموا شي ابليكاسيون اللي كتراكيو بها الاكسبنسز ديالكم ولا المصاريف ديالكم. خليوا لي كلشي في الكومنت وفي الديسكريبشن تحت عجبرو ايميل ديالي فيسبوك انستغرام ديالي اللي عيب حتى هو هنايا. وكيف ما كنقول دائما حتى الفيديو اللي ماجي keep the grind keep the hustle.